واحد من الشباب استهزأ بعامل نظافة، فقال له: يا مدير، بكم كيلو الزبالة عندك؟ فرد عليه العامل: انت ذوقها ومش هنختلف على السعر. فن من فنون الرد. اسلوب السخرية رخيص، لا يستخدمه الا من فقد قيمة ذاته. دكتور جامعة دخل على قاعة غلط، فقالوا له الطلاب: يا دكتور انت في القاعة الثانية. فقال: آسف، إن البقرة تشابه علينا. فرد عليه أحد الطلاب: كذلك كنتم من قبل، فمن الله عليكم. فنون الرد. سألوا رجلا: أيهما أجمل، أمك أم القمر؟ فقال: إذا رأيت أمي نسيت القمر، وإذا رأيت القمر تذكرت أمي. في قمة الروعة. في مستشفى سقطت باروكة فتاة، فضحك الكل عليها وشمتوا فيها، وعندما ساعدها شاب قالت وهي تبكي وترجف: ما ذنبي إذا السرطان أخذ شعري؟ احذروا الوقاحة. طفل مستواه ضعيف في المدرسة، ذهب لقبر أمه وقال: تعالي معي. فالمدرس يقوم بضربي أمام الطلاب ويقول: أمك مهملة ولا تهتم بك، كن حذرا فبعض الكلام يقتل. ليست الأمراض في الأجساد فقط، بل في الأخلاق. لذا إذا رأيت سيء الخلق فادعي له بالشفاء، واحمد الله الذي عافاك مما ابتلاه. فنحن مخلوقون من نطفة، وأصلنا من طين، وأرقى ثيابنا من دودة، وأشهى طعامنا من نحلة، ومرقدنا تحت الأرض حفرة. سبب المشاكل وقطع العلاقات وشحن النفوس هو نقل الكلام. فكونوا صم بكم عمي، فكلنا إليه راجعون. عجيب من يجد لنفسه عذرا في كل شيء، ولا يعذر الناس في أي شيء. أجمل سرقة هي سرقة القلوب بطيب الأخلاق. الفراشة رغم جمالها حشرة، والصبار رغم قسوته زهرة. فلا تحكم على الناس من أشكالهم، بل أحكم عليهم بما تحتويه قلوبهم. كن من تكون، فاليوم تمشي وغدا مدفون. اهتمامنا شديد جدا بمسمياتنا في الدنيا: أمير، وزير، دكتور، مهندس، معلم. لكن ماذا أعددنا لمسمياتنا في الآخرة؟ الصائمون، القائمون، القانتون، المتصدقون، الراكعون، الذاكرون. فعلا سؤال يستحق التأمل. أكثروا من التفكير في قوله تعالى: يا ليتني قدمت لحياتي، لتعلموا أن الحياة الحقيقية ليست الآن. 3 أدعية لا تنسوها في سجودكم: اللهم إني أسألك حسن الخاتمة، اللهم ارزقني توبة نصوحة قبل الموت، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. إذا نويت نشر هذا الفيديو انوي به خيرا، لعل الله يفرج لك به كربة من كرب الدنيا والآخرة. وتذكر: افعل الخير مهما استصغرته. اللهم